1 minute. Seconds.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قطر وفي دوحة الجميع وفي واحة العلوم والتكنولوجيا وعلى مسرح الأحلام، المبدعين الأربعة اللي وصلوا للنهائي الكبير عملوا لأسابيع طويلة من أجل هذا النجاح. النجاح لا يأتي بمفرده، تتعب تسهر علشان تحققه. مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وضعت كل إمكانياتها تحت تصرفهم. الليلة ها هم يقفون أمامكم عبر شاشة MBC4 وأمام لجنة التحكيم الموقرة، وعلى رأسها الدكتور عبد الله بن علي الثاني رئيس جامعة حمد بن خليفة ونائب رئيس مؤسسة قطر لشؤون التعليم. الليلة ها هم يقفون على مسرح الأحلام الكبيرة لمعرفة من سيحمل لقب الموسم الثالث من نجوم العلوم. الليلة يكلل العمل الشاق بالغار. الليلة أربعة نجوم راح تسطع عاليا جدا في سماء الدوحة والوطن العربي. قبل ما تبدأ الرحلة الأخيرة نحو مجرة العلم، خلونا نستعيد مع بعض رحلة البرنامج اللي بدأ قبل ثلاث مواسم. قلب الدوحة من واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر وعلى مسرح الأحلام راح نطلق الليلة نجم جديد في سماء العلوم العربية. من مؤسسة قطر للتربية والتعليم وتنمية المجتمع كانت المبادرة، ومن الموسم الأول كانت الانطلاقة، انطلاقة البحث عن النجوم في فضاءات العلوم العربية الواسعة. حينها اختصرت الجولة على أربعة بلدان عربية، ونجم واحد سطع بريقه لينير الطريق نحو المواسم التالية. النهائي المنتظر، نهائي الفكر والثقافة، نهائي نجوم العلوم. من الفائز؟ أرصد أم دوزان؟ إنه اللبناني بسام جلغة، مبتكر دوزان. دوزان يعرف اليوم في الأسواق باسمه الجديد ترك. وبسام الآن شريك في مؤسسة ديفو بيروت المختصة بالإلكترونيات. الموسم الأول انتهى ليبشر بولادة الموسم الثاني من نجوم العلوم. مرة أخرى نعود ومعنا أنوار العلم ونجوم. موسم أقبل على الحياة بملامح حديثة جديدة وإبداعية من حيث الشكل أو المضمون. فيه كانت جولة موسعة على ثمانية أقطار عربية أثمرت 16 مبدعاً كان لهم حظ دخول واحة العلم والمعرفة في قطر. مبدعين 16 ضمنوا دخولهم للبرنامج. أحداث علمية عاطفية وشخصية تتالت وتوالت عبر عدة مراحل، وآخر الناجين كان الكويتي صادق قاسم بابتكاره الخيميائي. صادق اليوم لا يزال يحلق في الفضاء حاصداً الجوائز الواحدة تلو الأخرى، فمن الميداليات في معرض جنيف إلى جائزة أفضل ابتكار في معرض إمباكس، وصولاً إلى التحضير لإطلاق شركته الخاصة. شعور جداً جميل، بالإضافة أنه يزيد علي من مسؤولياتي. الموسم الثاني انتهى ولم تنتهي المغامرة بعد، فسرعان ما أشرق الموسم الثالث بمبتكرين جدد وأفكار جديدة نافست ما سبقها من أفكار. أفكار تواجهت وتجابهت للوصول إلى لحظة الحسم، أي اللحظة الآنية. الليلة نجم واحد سينير سماء العلوم. بسام جلغة وصادق قاسم سجلوا أساميهم بحروف من ذهب في سجلات نجوم العلوم. الليلة محمد زياد من تونس، محمد الرفاعي من الكويت، وزياد سنكري من لبنان، وهيثم دسوقي من مصر يتنافسون لحمل شعلة الموسم الثالث. فمن منهم سينجح؟ الأمسية راح تحمل الإجابة في نهايتها. كيف راح تتحدد النتيجة وعلى أي أسس راح تتوزع المراكز الأربعة؟ العلامة الكاملة هي من 100 وراح تتقسم إلى قسمين. لجنة التحكيم ستوزع 50 نقطة على المشتركين الأربعة في نهاية أمسيتنا، والجمهور يقرر كيف ستتوزع 50 نقطة المتبقية عبر التصويت المستمر منذ أسبوع عبر الرسائل النصية على الأرقام التي تظهر على الشاشة. التصويت مستمر
صوته للمشروع الأفضل وحددوا كيف راح تتوزع الجوائز اللي راح تصل قيمتها ل 600,000 دولار أمريكي. موسم نجوم العلوم الثالث قدم إلى العالم 4 مشاريع علمية طاولت مختلف ميادين الحياة البشرية، وتكنولوجيا الروبوت كانت حاضرة بقوة في هذا الموسم. هل يمكن للروبوت أن يكون فعالاً في الحياة اليومية؟ وما هو أول شيء تريدونه أن يقوم به إذا وجد في منازلكم؟ طرحنا هالسؤال على الشارع العربي، فكانت الإجابة في هذا التقرير. ما هي المهام التي تود أن يقوم بها الروبوت في المنزل؟ إذا عندي روبوت the morning يعمل لي كوفي هو الصبح. I prefer to cleaning at first and cooking. الحاجات اللي أنا ما بحبش أعملها. يطبخنا أكل منا شاي كافيه. الحاجات اللي بتعتمد عليها الستات بصفة عامة. Ironing clothes. I hate that. كوي الثياب. Very boring. أي شيء تاني بده حركة هذا بس. The ironing. Ironing. Because I hate ironing. يكوي الهدوم. هل أنت راض عن عملية الكي التقليدية؟ ببطيء الكوي، بكره الكوي بنسبة كتير كبيرة يعني، لا ببعته على المصبغة. على طول بجرب كوي تيابي ما بيمشي الحال، فبدها ترجع ماما مفروض ترجع تكويهم مرة تانية. بكويها بنفسي لا ومش صعبة، مفيش مشكلة عندي فيه. ما بحب الكوي ابدا. انا ما عنديش مشكله في الكوي، انا بحب الكوي بس مش على كثرته يعني، بس ماكو ما عنديش مشكله في المكوى. اذا علمت بوجود روبوت يقوم بعمليه الكي، بيكوي الروبوت. حاجه جميله جدا، عجيب واحد يعني. غريب شوي. التكنولوجيا قاعده تتطور يوم عن يوم، واكيد راح تكون بخدمه الشخص نفسه يعني. If your robot do this it's very good. راح يسهل علينا كثير اشياء. إذا في ماشينة بتكوي لوحدها بدون ما أتعذب بروح بجيبها هلا. بس ما حرقش الهدوم أهم حاجة. So if it's an intelligent robot I will be very happy. الكي مشكلة يعاني منها الكثيرون ما عدا صاحب الحل محمد الرفاعي وكويلي. شارك في اختيار الفائز الأول في برنامج نجوم العلوم وأرسل الرقم 1 مشروع كويلي لمحمد الرفاعي، الرقم 2 مشروع لايف سنس لزياد السنكري، الرقم 3 مشروع باور ويف لمحمد زياد الشعري، الرقم 4 مشروع بيفاي لهيثم السوقي.
مجددا اهلا وسهلا بكم في نهائي الموسم الثالث من برنامج نجوم العلوم. لما نقول عالم يجي على تفكيرنا صورة رجل منبوش الشعر وبالأخص مجعد الملابس. الشاب الكويتي محمد الرفاعي عالم مبدع، لكن ثيابه مرتبة دائما ويكره الثياب المجعدة. علشان كذا ابتكر جهاز آلي منزلي يوفر عليه وعلى الكثيرين عناء الكي. مشروع كويلي الكويتي محمد الرفاعي هو أول مشاريع أمسيتنا اليوم. كويلي جهاز كي أوتوماتيكي من اختراع محمد الرفاعي. الكي المنزلي عملية متعبة ومملة. فكرة الابتكار هي تنفيذ أول جهاز أوتوماتيكي للكي المنزلي. هذه الفكرة كانت هدف كبير بالنسبة لي أحققها، فعشان كذي قدمت بلجنة الكويت في برنامج نجوم العلوم. الروبوت تحط فيه مثلا الملابس اللي تبيها تعلقها، وهو من نفسه يكوي الملابس. شنو الشيء الجديد الان بالملابس؟ هذا راح يكون بدايه ان شاء الله ندخل فيه تكنولوجيا الروبوت في المنازل. مبروك، اهلا وسهلا فيك على الفرحة. بعد فرحه القبول حسيت بمسؤوليه حيل كبيره، لاني انا قاعد امثل بلدي. من مرحلة إثبات مفهوم الفكرة كانت الانطلاقة، والهدف هو تصميم وتصنيع جهاز يمكنه الكي آليا. لم تكن المهمة سهلة خاصة عند التصنيع. المحرك لا يتحمل الوزن. تطور التصميم ليصبح عمليا وفعالا في اللحظة الأخيرة. إذا تأهلت بإذن الله في مفاجآت بالإنجنيرينج. لكن الحمد لله أدى المهمة وانتقلت للمرحلة اللي بعدها. مرحلة إثبات الفكرة مرحلة صعبة، لكن مرحلة الإنجنيرينج كانت أصعب بوايد. في شغل بلاوي سودة، بلاوي سودة. تغير شكل الجهاز في مرحلة الهندسة، وتغيرت أيضاً المواد المستعملة في التصنيع. نجح محمد في تنفيذ الجهاز، ولكن المشاكل لم تنتهي هنا، فحجم الجهاز كان كبيراً، إضافة إلى الصوت المزعج والوصلات الكهربائية الظاهرة. خلال مرحلة التصميم أصبح الجهاز كاملاً متكاملاً، فالوصلات الكهربائية اختفت واختفى معها الصوت المزعج. هذا عدا عن إضافة شاشة تعمل باللمس لتسهيل الاستخدام وإضافة طابع عصري. مرحلة إدارة الأعمال مرحلة جدا ممتعة ورائعة. اخترت فيها المنتج اسم كويلي. كويلي كويلي حلو، وايد حلو. أحلى شيء إنه صار عندي بزنس بلان، حسستني إن جهازي فعلا صار منتج. كانت أسعد لحظة اللحظة اللي سمعت فيها فوزي في الأربع الأوائل. محمد رفاعي من الكويت. حسيت فعلا إني حققت هدفي ورفعت اسم ديرتي. قطر فاونديشن من خلال نجوم العلوم علمتني الكثير، وقدرت أحقق حلمي وهدفي عن طريق استثمارها الناجح للمشاريع. هدفي اللي هو كويلي. كويلي جهاز لكي الملابس، أول جهاز أو روبوت لكي الملابس آلياً بواسطة البخار. يقوم المستخدم بتعليق قطعة الملابس على علاقة تشد القماش لضمان جودة عالية لعملية الكي. يسجل المستخدم نوعية القماش ومواصفاته، أي إن كان من الحرير أو الصوف أو أي مادة أخرى، ثم يحدد ما يريده كالسرعة أو تكرار العملية لضمان جودة الكي. بعد إدخال المواصفات والخطوات الخاصة المطلوبة، يبدأ الجهاز بفضل وحدة خوارزمية متطورة وحساسات دقيقة بكي الملابس أوتوماتيكياً طبقاً للمواصفات المطلوبة. السلامة أساسية في عمل كويلي، فالبخار لا يخرج عن إطار الملابس المحددة بواسطة الحساسات، والجهاز لا يعمل في حال عدم وجود قطعة قماش. كويلي منتج فريد من نوعه، سريع ومتطور. كويلي سهل الاستعمال، يوفر الجهد والوقت، ويفتح آفاقا جديدة في مجال الخدمة المنزلية والفندقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا وزملائي جدا سعيدين بالمرحلة اللي وصلنا لها والإنجاز اللي حققناه الحمد لله. وواجب علي أني أشكر مؤسسة قطر على جهدها العظيم برعاية المخترعين العرب من جميع أنحاء الوطن العربي. اليوم تاريخ 1/12 هو تاريخ جدا عظيم بالنسبة للعلم والاختراعات، لأن في 4 مشاريع راح تنطلق عالمية، والأهم من هذا أنها بصناعة عربية. من ضمن المشاريع هذه كويلي، المشروع اللي أتت فكرته من الواقع والهدف منه خدمتكم وتوفير وقتكم وجهدكم. وبإذن الله راح أعمل جاهدا أني أحاول أدخل كويلي كل بيت ويكون جزء من حياتكم اليومية ويخدمكم بإذن الله. وأحب أضيف وأقول لكم أن نجوم العلوم راح يكون بداية الاختراعات أكبر وأكثر، لأن فعلا الوطن العربي محتاج للعلم والعلماء. وأحب أقول لكم أن بإذن الله عندي ثقة كبيرة أن غدا راح يكون صباح مشرق للوطن العربي بالعلم والتكنولوجيا، لأن أنا اكتشفت أن في 16 مخترع يشاركوني نفس الشعور ونفس الهدف. والله يكتب لي فيه الخير ويعطيكم ألف عافية. شكرا. أول المشتركين، مر أمامكم والتصويت مستمر عبر الرسائل النصية. تحية كبيرة لمتابعينا عبر تويتر. المنافسة مستمرة والقلوب تخفق بقوة لدرجة أننا بحاجة لجهاز يرصد النوبات القلبية قبل حدوثها. هل هذا الجهاز موجود؟ أو هل سمعتوا عن شيء اسمه ECG مثلا؟ خلونا نشوف. ماذا تعني لك كلمة ECG؟ ECG ما بعرف. ECG لا ECG مش عارف. ECG لا ECG ايوه بتاعت الالكتروكارديوغرام بتاع القلب. كاريو تريسينج اوف يور هارت، تخطيط القلب. ECG بتذكرني بي EKG، a scan that they do at the hospital that you go through when you're doing your annual physical test. Everybody should do it and know if they have a heart disease. It takes 10 minutes, I think. They plug a whole bunch of stuff into you and it draws waves on a map. بتحدد امتى يمكن او اذا في احتمال يصير هارت اتاك او شيء او ازمه قلبيه. هل هناك امكانيه لرصد الازمه القلبيه في عياده الطبيب؟ يقدر يحدد لك مثلا يمكن اليوم، بس انه يقول لك بعد ساعه ساعتين صعب، لانه دائما تكون الازمه القلبيه مفاجئه. Predicted كانه زلزال، انت you're predicting an earthquake. You can't predict it. بيعرف in general انه ممكن تصير، يعني it put you in danger، بس ما بيعرف بالضبط امتى رح تصير. لازم يعمل رسم قلب عشان يعرف. فيه يعرف تحليل الدم او التحليل المعين اللي بيعملها للمريض. من تخطيط القلب بيعرف. ما اعرفش التكنولوجيز الحديثه بتقول ايه، بس بتحليل الدم بيعرفوا. You can have some signs in the ECG but not the heart attack infarctus. ممكن ما يحدد لك الوقت بالضبط، بس يتوقع ان عندك الشيء هذا. هي اول ما تحصل لي ازمه قلبيه هقول لك ما اعرفش طبعا. الاجوبه الصحيحه لهذه الاسئله تجدها في اختراع اللبناني زياد سنكري لايف سانس. شارك في اختيار الفائز الأول في برنامج نجوم العلوم وأرسل الرقم 1 مشروع كويلي لمحمد الرفاعي، الرقم 2 مشروع لايف سنس لزياد السنكري، الرقم 3 مشروع باور ويف لمحمد زياد الشعري، الرقم 4 مشروع فيفاي لهيثم تسوقي.
اهلا وسهلا بكم مجددا عبر شاشه ام بي سي 4. لقب الموسم الثالث من نجوم العلوم ما زال ينتظر حامله ومتابعينه يصوتون بكثافه، اما لجنه التحكيم فراح تنتظر مرور المشاريع الاربعه لتقول كلمتها النهائيه. المشروع الثاني مشروع نابع من القلب، زياد السنكري شاب لبناني حمل قلبه على كفه ودخل الى نجوم العلوم مع ابتكار ثوري، جهاز لرصد النوبات القلبيه قبل حدوثها. هل ستكون الصدمة إيجابية؟ وهل سينجح مشروعه Life Sense بحمله إلى فضاءات العلم الواسعة؟ خلونا نشوف. Life Sense هو جهاز طبي للمخترع زياد سنكري. وفاة والدي بالجلطة القلبية أثر فيه كثير، دفعني دور على طرق لاستغلال العلم بخدمة الطب وبالأخص بمجال القلب. من هيك أنا دورت على ابتكار جهاز جديد بيقدر ينذر مبكراً من جلطات القلب. اشتغلت عدة سنين خلال دراستي بأمريكا لتطوير ألغوريثم ذكية بتقدر تكتشف أمراض القلب. كنت عم فتش عن طريقة لصنع من خلالها الجهاز وحول حلمي لحقيقة. من هيك حملت أفكاري وأبحاثي وأخذتها على نجوم العلوم. ما يفعله هذا الجهاز هو أنه يمكنه اكتشاف the heart attack قبل حصولها. قلت لها تستنج؟ عملنا لها تستنج. عندك إجماع اللجنة أول مرة، مرحلة تانية بقطر منتظرينك نظرات. وقت سمعت أنه لجنة الحكم كلها توافقت على مشروعي، ما عادت الدنيا ساعدتني قد ما كنت مبسوط. مرحلة الإثبات الأولي للفكرة. كان الجهاز مكوناً من حساسات سنسرز متصلة بالكمبيوتر. بعد الاطلاع عليه، أكد الأطباء أن الجهاز فعال في رصد النوبات القلبية قبل حصولها. Could be life-saving for many patients. وصلت لمرحلة الهندسة وكانت المرحلة الأصعب. امبارح طلبت سنسر هيدا بدي قصه. No, this is not what you do. Sorry, this is wrong. You did not cut anything. التحديات كانت كبيرة كتير. كل محل مشكلة يطلع لي بدالة 10. This is a lot of learning. والوقت محدود. تحول الحاسوب والحساسات إلى جهاز محمول يمكن تثبيته على الجسم وباستطاعته التحذير من أمراض القلب. ولأول مرة تم تجربة الجهاز على مرضى حقيقيين، وها هو الجهاز يعطي نتيجة وينذر بأن المريض يعاني من خلل في القلب. جهازك قدر أنه يلقط سيجنال، وشيء ممتاز أنه طانا أناليسيز. في ختام مرحلة الهندسة كان لزياد جهاز يثبت على الجسم قادر على رصد النوبات القلبية قبل حصولها. مرحلة التصميم. ضايقتك ولا لا؟ لا مش مضايقتني. مين هيك 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 شو ما بدك؟ مرحلك عم تذكر. تحول المنتج إلى سترة يمكن ارتداؤها. ها هو جهاز زياد يولد من جديد بحلة مميزة. البرودكت جاهز، الديزاين حلو، ما بقي إلا أني أعمل خطة عمل قوية تقدر توصل هالبرودكت للسوق. شو بدك تسمي البرودكت تبعك؟ Life Sense. I want to sense the life. Life Sense. Life Sense. You like it? Life Sense. Okay. That's it. اشتغلت على بزنس بلان ذكية وقوية ومحكمة من جميع الجهات بحيث إني أقدر أوصل البرودكت للسوق بأسرع وقت بأقل تكلفة وحقق أعلى إيرادات. وزياد يحصد المركز الأول في نهاية مرحلة الأعمال والتسويق. زياد سنكري من لبنان. قطر فاونديشن من خلال نجوم العلوم خلتني أقدر اكتشف المهندس اللي داخلي وقدرته على أن يكون عالم ورجل أعمال ناجح بنفس الوقت، وخلتني أقدر أحجز لحالي مطرح بالنهاية. Life Sense جهاز محمول لمراقبة القلب، الأول من نوعه في العالم، قادر على قراءة نبضات القلب وتحليلها ورصد النوبات القلبية قبل حدوثها. الجهاز يتكون من صندوقين فيهما بطاريات ووحدة خوارزمية متطورة لمعالجة البيانات وتحليلها، وسترة خاصة تحتوي على حساسات دقيقة. تقوم الحساسات الملتصقة بجسم الإنسان بمراقبة نبضات القلب بشكل دائم ودون انقطاع ومعالجتها في وحدة خاصة ECG Unit لتشكيل التخطيط القلبي إلكتروكارديوغرام، ثم ترسلها إلى الوحدة الخوارزمية. عند استلامها لإشارات الحساسات تقوم هذه الوحدة بإجراء تحليل لتخطيط القلب نبضة نبضة. وفي حال وجود خلل ما مهما كان بسيطا، يقوم جهاز Life Sense تلقائيا بإرسال التخطيط القلبي لاسلكيا
إلى مركز مراقبة متخصص يتدخل فورا لتجنب حدوث نوبة قلبية. لايف سانس، تكنولوجيا جديدة في متناول الجميع تسهر على حماية الإنسان. السلام عليكم. بعد عودتي إلى المنطقة بعد سنين قضيتها في الولايات المتحدة، كان الخوف كل الخوف أن تذهب سنين قضيتها في البحث والتطوير أدراج الرياح، لكن بارقة أمل شعت من هنا من قطر فاونديشن. قطر فاونديشن صاحبة المبادرات العديدة في دعم البحث والتطوير والإبداع، وكان نجوم العلوم إحدى هذه المبادرات. نجوم العلوم الذي كان الحلقة الأهم في تحويل الحلم إلى حقيقة، في صنع جهاز محمول يمكنه اكتشاف نوبات القلب قبل حدوثها باستخدام تكنولوجيا متطورة سميته لايف سنس. لقد كانت آلام المخاض عسيرة في ولادة لايف سنس، ولكن بفضل الله أولا ثم بفضل الإيمان بالعمل المتفاني لخدمة الإنسانية، وبفضل جهود العلماء والخبراء ولجنة التحكيم التي صوبت المسيرة نحو الهدف، وبفضل دعم أمي وأخي وعائلتي تمكننا من الوصول نحو هذا الهدف. في حديثي مع إحدى متابعي الوصول نحو هذا الهدف في حديثي مع إحدى متابعي نجوم العلوم مؤخرا قالت لي: لو أن لايف سنس كان مشاركا في سيزن 1 لكان والدها الذي توفي بنوبة قلبية، لكان والدها اليوم يتابع معها نجوم العلوم.
سأعمل جاهدا على أن ينقذ هذا الاختراع مرضى القلب في الدول العربية وفي كافة أرجاء الأرض. شكرا جزيلا لكم. زياد أراد أن يدخل بابتكاره إلى قلوب ملايين المشاهدين العرب، فهل سينجح؟ الإجابة أكيد في نهاية الحلقة. ماذا تعرف عن أنابيب النفط؟ صيانتها؟ ما بداخلها؟ يقولون أن فيها روبوت داخلها. سألنا الناس الأسئلة والكل أدلى بدلوة. ماذا تعرف عن خطوط أنابيب الغاز؟ حسب ما أشوف يعني أنابيب غاز عندنا في السعودية شايفها تمتد في الصحاري، وفي أنابيب تمتد في البحار بعد. ما هي بالقطر الكبير يعني زي الأويل والواتر وكذا، هذيك هي اللي فيها قطر كبير، لكن الغاز عادة يكون أصغر. بتمتد بين الدول يعني مصدرة ومستوردة. طول ينقص بالكيلومترات لأنه يكون طويل جدا. كيف يحدث الفحص الداخلي لتلك الأنابيب؟ في أجهزة استشعار عن بعد أو قمر صناعي. بيدخلوا روبوتكس صغيرة كده، بيدخلها ويلزق ستيكرز جوه، لو عايز إكس راي يشيل حاجة يقيس حاجة بالإكس راي يعني. لو جوه البحر بيبقى فيه حاجة اسمها سونار. الروبوت ممكن يدخلون على داخل ويكون في كاميرات ويتفحصون فيها هاي الأشياء. ولو برا إلكترومغناطيك ويف. هل هناك وجود لطاقة لاسلكية؟ وما هو التغيير الذي قد تحدثه؟ أعتقد لا، الكهرباء بتبقى محتاجة إلكترونيات، فالإلكترونيات لازم تمشي في حاجة، بس ممكن يكونوا عملوها بس مش عارف، بس بعتقد لا يعني. في هلأ عملوا دراسة جديدة بس بعضهم منهم مأكدين منها، هي بس عبارة عن ويفز تعتمد كلياً على الكربون. التكنولوجيا موجودة حالياً تقريباً. يا ريت في كهرباء لاسلكية تبقى كل حاجة بقى ويرلس بقى ومفيش أسلاك، بتخفف كلفة، بتخفف الوقت لنقل هالطاقة. تشويه البيئة، ما بقى في كابلات مرئين ورايحين وجايين على الطاقة. هتقدر توصل الباور دي لأماكن ما قدرش أوصلها. باور ويف اختراع للتونسي محمد زياد الشاعري، يملك الطاقة الكافية للإجابة على هذه الأسئلة. شارك في اختيار الفائز الأول في برنامج نجوم العلوم، وأرسل الرقم 1 مشروع كويني لمحمد الرفاعي، الرقم 2 مشروع لايف سنس لزياد السنكري، الرقم 3 مشروع باور ويف لمحمد زياد الشعري، الرقم 4 مشروع فيفاي لهيثم تسوقي.
عدنا إليكم مشاهدينا في كافة أنحاء الوطن العربي مباشرة عبر شاشة MBC4. ابتكار منزلي وآخر طبي، أما الثالث فصناعي نفطي بامتياز، كيف لا، والثروة الأساسية في العالم العربي بعد شبابه ومبدعيه طبعا هي النفط. محمد زياد الشعري المبدع العامل في مجال أنابيب النفط أراد أن يبتكر حلا لمشكلة تواجه عمله، وهي شحن بطاريات الروبوت داخل أنابيب النفط. زياد سيمر مع مشروع باور ويف أمام لجنة التحكيم وأمامكم أيضا، فتابعوه واشحنوه أيضا بالتصويت الكثيف والمتابعة الدائمة عبر تويتر نجوم العلوم. باور ويف مشروع تكنولوجي نفطي بامتياز للمخترع الطموح محمد زياد الشعري. نظرا لعملي في مجال مراقبة أنابيب النفط والغاز، هناك أمرين مهمين في هذه العملية. المشكل الأول هو نفاذ بطارية الروبوت عندما يكون الروبوت داخل أنبوب النفط. أما المشكل الثاني فيتمثل في أننا لا نستطيع إلا مراقبة من 1 إلى 2 كيلومتر في اليوم. فكرت في الحل، يتمثل في إرسال الطاقة الكهربائية لاسلكيا داخل أنبوب النفط لشحن بطارية الروبوت. لتطبيق هذه التكنولوجيا المعقدة أحتاج إلى مجموعة من الأشخاص، وكان برنامج نجوم العلوم هو الحل الأمثل لتطبيق هذه التكنولوجيا. تراعك إيش؟ ترانسفير دينرجي إلكتريك سونفيل، تمثل في استعمال الميكروويف لشحن البطاريات للروبو. وما أعظم الشعري عندما نال وحصد جميع أصوات الخبراء. أنا بعطي صوتك. سوي عندك إجماع اللجنة، مبروك، منشوفك بقطر. وبدأت مرحلة إثبات الفكرة. بدأنا الاختبارات بأخ أنابيب نفط حقيقية، كذلك استعملنا الميكرويف الموجود في المنزل وقمنا بقطعه لأخذ جهاز الذي يمكن من إرسال الطاقة. وبعد تجارب وتجارب وتجارب حتى أثبت أن المصباح يلتقط الطاقة وأنه يشتعل. نعم، نجحت في هذه المرحلة، وعندما أضاء المصباح على مسافة 12 متر تأكدت أني قد قطعت تذكرة إلى الدور الثاني، دور الهندسة. مرحلة الهندسة هي مرحلة مخيفة بامتياز. تغير شكل أنبوب النفط من شكل مستقيم إلى شكل يحتوي على زوايا مختلفة. استحدثنا جهاز لاقط يقوم بالتقاط الموجات الكهرومغناطيسية داخل أنبوب النفط من مسافة 12 متر، وشحن الروبوت كما قمنا بعملية سيميليشن على مسافة 1 كيلومتر. وحصل ما لم يكن في الحسبان، احترق الروبوت وعاد الشعر إلى نقطة الصفر. كيف؟ وأمامه هذه المرة أمرين، إما أن يصلح الجهاز أو يعود إلى تونس مهزوم. لكن أسرار شعري كان أكبر بكثير، فبقيت أشتغل حتى أصلح ما يجب علي أن أصلحه. نجحت اليوم، نجحت، نعم شعري نجح اليوم، الشعري كان قد يرحل. مرحلة التصميم كانت وتمثل تحويل الجهاز من علبة واهية تغيب فيها معايير السلامة المهنية إلى جهاز سالم للعمال محكمة الإنجاز. هذا الجهاز يحتوي على لوحة تحكم صناعية، كما أن حرصنا أن نمزج بين ألوان الصناعية، أسباب الذي جعلني أسيطر وأمتلك المركز الأول. محمد زياد الشعري من تونس. مرحلة إدارة الأعمال لن تكون سهلة، وبعد بحث طويل وجدنا اسما لهذا الجهاز، إنه باور ويف. وضعنا خطة عمل كي تجمع ما بين التكنولوجيا من جهة ودراسة السوق من جهة أخرى. لدينا الآن ملف يحتوي على جميع الوثائق، وفتح للشعري أبواب الفاينل. محمد زياد الشعري من تونس، أصبحت الوحيد الذي سوف أمثل بلدي تونس. فكرة كانت تتطلب عدة سنوات كي تصبح على أرض الواقع. بعد 3 أشهر من العمل المتواصل أصبح هذا الجهاز جاهزا. نجوم العلوم من خلال مؤسسة قطر فونديشن علمتني على الإنسان أن يبدع ويفكر عندما توفر له الرعاية العلمية. باور ويف جهاز لشحن بطاريات الروبوت لاسلكيا، منتج فريد من نوعه في عالم التجهيزات النفطية وأنابيب النفط.
الجهاز يتكون من جزئين، الأول يوضع على مدخل أنبوب النفط ويقوم بتحويل التيار الكهربائي إلى موجات كهرومغناطيسية ترسل داخل الأنبوب بتردد عال جدا. يدخل المستخدم البيانات عبر لوحة تحكم، وهي بيانات خاصة بالمسافة بين جهاز الإرسال والروبوت وبالمدة الزمنية الضرورية لشحن الروبوت. الجزء الثاني موصول مباشرة بالروبوت الموجود داخل الأنبوب، وفيه جهاز لاقط أنتينا يتحمل درجات حرارية عالية تصل إلى 500 درجة مئوية. يقوم اللاقط بتحويل الموجات الكهرومغناطيسية بواسطة وحدة إلكترونية دقيقة إلى تيار كهربائي يشحن بطاريات الروبوت. جهاز باور ويف آمن جدا، فهو مصنوع وفق مواصفات السلامة الدولية، والمادة التي صنع منها قادرة على امتصاص الموجات الكهرومغناطيسية. باور ويف، مستقبل جديد لعالم النفط. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أود أن أتوجه بخلص عبارات الاحترام والتقدير إلى مؤسسة قطر لدعمها المخترعين والاختراعات في الوطن العربي، وأيضا لدعمها للتكنولوجيا في جميع دول العالم. كما أتوجه بخلص عبارات الاحترام والتقدير إلى لجنة التحكيم الموجودة الليلة بيننا، والتي سهرت ودعمت اختراعاتنا منذ بدايتها ومنذ ما كانت على الورقة. هناك مثل يقول أن الحاجة أم الاختراع، وأن هذا المثل سوف يبقى موجود
وراسخا ما دامت البشرية على الأرض. ومن خلال عملي في مجال مراقبة أنابيب النفط، ومن خلال دراستي في الدكتوراه في هذا المجال، ومن خلال علاقاتي مع عدة شركات حول العالم، هناك مشكل في نفاذ بطاريات الروبوت عندما نقوم بعملية المراقبة، وهو مشكل يمثل خسارة مادية كبيرة جدا. ومن هنا أتى باورويف من خلال برنامج نجوم العلوم، نجحنا في هذا الاختراع. أؤكد لكم أن جميع استراتيجيات الدول تتركز على النفط والغاز، وحياتنا نحن اليومية تتركز أيضا على النفط والغاز من خلال وسائل النقل ومن خلال المطابخ الذي نستعمل فيها الغاز. نعم، من خلال هذه التكنولوجيا أصبحنا الآن نقوم بعملية المراقبة بدون أي مشاكل وبدون أي عطل. نعم، نجحنا والحمد لله. وأؤكد لكم أن الشعري وعلوم الشعري وأبحاث الشعري ودراسات الشعري بفضل الله عز وجل سوف تبقى دائما في خدمة البشرية وفي خدمة الإنسانية وفي خدمة الوطن العربي الكبير. وشكرا جزيلا لكم. محمد زياد الشعري من تونس وضع طاقته الهائلة ليحقق حلمه الكبير، وانتم اكيد عبر تصويتكم راح تساعدونا هو المبدعين الثانيين باختيار حامل لقب الموسم الثالث من نجوم العلوم. الفاصل وحده يفصلنا عن متابعة المشروع الرابع والأخير، فلا تنفصلوا عن الشاشة واسألوا نفسكم هذا السؤال: هل يمكن للحجر أو الخشب أن ينقل الطاقة؟ فكروا فيها شوي. كيف تستفيد من الحجارة والخشب إذا أصبحت قابلة للشحن كهربائياً؟ لا مش ممكن، عشان التاتش لازم حاجات تكنولوجيا، لكن دي حاجات موجودة في البيئة استحالة نغير في طبيعتها. الأتومز يعني الأوريجينال الذرة مش موصلة للكهرباء. أول حاجة مستحيلة أساساً، هي مستحيل. خيالياً للحين ما تخيلت هالموضوع، لأن من زمان وإحنا قاعدين نقول إن الخشب والحجر غير ناقل. ما خطر على بالي إنه نستخدم الحجر تنلمسه تيشغل شيء. الخشب is not conducting شحن أصلاً. No, I can't really understand the concept of touching. بلا، ممكن استعمل التاتش، بلا، لأن استعمل البلاستيك ما بينقل الكهرباء، استعمل التاتش نفس الشيء. لا، هو يعني فوق تخيل دلوقتي، فوق تخيلي، بس مش عارف إيه اللي ممكن نستخدمه فيها، مش عارف. لا تكنولوجي، يعني مثلا يمكن يا أخي يعملوا تليفون بقلب خشب مثلا، يمكن. بغض النظر عن اني مش مقتنع ان الخشب والحجر ممكن يبقوا تاتش، بس يعني هتحل محل البلاستيك مثلا. اكيد دي مواد رخيصه جدا، فممكن اوصل حاجات ارخص، يعني اقدر اوفر، بس اعتقد انه مستحيل. المستحيل اصبح ممكنا مع المخترع المصري هيثم دسوقي وفيفيفاي. شارك في اختيار الفائز الأول في برنامج نجوم العلوم، وأرسل الرقم 1 مشروع كويلي لمحمد الرفاعي، الرقم 2 مشروع لايف سنس لزياد السنكري، الرقم 3 مشروع باور ويف لمحمد زياد الشعري، الرقم 4 مشروع فيفاي لهيثم السوقي.
مجددا اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشه ام بي سي 4. لمسات سحريه تحدد امور كثيره في هذه الحياه. المبدع المصري الذي حل اولا في مرحله الهندسه يريد ان يترك لمساته في برنامجنا. انه هيثم دسوقي صاحب الملصقات التي تعمل باللمس. فهل سينجح في حمل لقب نجوم العلوم عبر مشروع فيفي فاي؟ في التقرير مسيرة هيثم دسوقي في نجوم العلوم. فيفي فاي اختراع لهيثم دسوقي يضيف لمسة من الرفاهية إلى حياتنا اليومية. من صغري وأنا بعشق الاختراعات وبحب أعمل حاجات جديدة فيها. وفي مرة وأنا بشتغل على أحد اختراعاتي فوجئت إن شحنة جسمي بتأثر على الدوائر الإلكترونية حتى من خلال الأجسام العازلة. الابتكار مكون من ملصقات استشعار تثبت على الأسطح لتتحكم بها من خلال اللمس. وأول ما سمعت إن نجوم العلوم بيدور على اختراعات جديدة طرحت فكرتي قدام لجنة الحكم. إزاي تحول أي سطح حتى لو كان ترابيزة مثلاً حتى لو كان خشب إزاي تحولها تاتش سكرين؟ عندك شيء جديد علمياً شخصياً بعطيك صوتي أنت تعطيني فرصة. عندك إجماع اللجنة مبروك. أول ما سمعت موافقة كل لجنة الحكم حسيت أن أنا ممكن أنطلق من النقطة دي باختراعي للعالم كله. المهمة الأساسية في مرحلة إثبات مفهوم الفكرة كانت في تحويل قطعة زجاج ورخام إلى سطح قابل للتحكم من خلال اللمس. صار التاتش؟ صار التاتش. حلو سريع. وبفتكر لما خالد نده اسمي وقال هيثم المركز الأول. بالمركز الأول هو هيثم دسوقي من مصر. كانت فرحتي كبيرة جدا وكنت متحمس أكتر الفكرة بتاعتي. في مرحلة الهندسة ابتكر هيثم ثلاثة استخدامات جديدة وهي التحكم بالموسيقى من خلال ملصقات استشعار مثبتة على ثوب الاستحمام. يلا منيح جد. التحكم بالهاتف عبر ملصقات استشعار مثبتة على لوح من زجاج. ألو؟ ألو؟ التحكم باستخدام المياه بمجرد اللمس. ظهرت قيمة المشروع بتاعي من خلال الاستخدامات. هيثم دسوقي من مصر. والحمد لله أخذت المركز الأول للمرة الثانية في مرحلة الهندسة وده بيمثل لي شيء كبير جدا لأن أنا مهندس. وحصيلة هذه الاستخدامات تكمن في مرحلة التصميم حيث على هيثم جمعها ضمن مشروع واحد مميز. I have a lot of work to do. هنفك كل حاجة ونرجع نركب كل حاجة. وكانت التفاصيل مهمة جدا في المرحلة دي لأن أي خطأ عندي في التصميم هبقى مسؤول عنه قدام لجنة الحكم. أنا لازم أكون موجود عشان خاطر حاجات كتير. دي لو اتقطعت خلاص. ما كانش ده ينفع يبقى أبيض كده. خايف يطلع حاجة غريبة يطلع حاجات ملهاش علاقة ببعض. في الآخر خالص أنا انبهرت بشكل المشروع لأني بعد ما بيكتمل وتتفتح الوردة بالكامل تحس فعلا بجمالها. I don't believe myself. Okay. Look at this. Look at this. It's so beautiful. قدرت أعمل feedback light وfeedback sound للبطنز بتاعتي وبقى عندي شكل نهائي للمنتج اللي أنا إن شاء الله أقدر أنزل بيه السوق. في مرحلة البيزنس اشتغلت كبزنس مان وبقى عندي خطة واضحة ومحكمة للمشروع بتاعي. وما كانش فيه أحلى من فيفي فاي اسم للمشروع بتاعي بيعبر عن قدرتي في تحويل أي سطح حوالينا لتاتش. لما بفتكر بداية مشروعي وقد إيه قدرت كاتر فاونديشن من خلال نجوم العلوم إن هي تحول لي المشروع بتاعي من مجرد ورقة إلى مشروع ضخم أقدر أنزل بيه السوق وأحجز بيه تذكرة للنهائي. فيفي فاي تقنية جديدة تحول أي مادة إلى شاشة تعمل باللمس. فيفي فاي لاصق حساس متصل بدائرة إلكترونية يتم لصقه تحت أي مادة فيتحول سطحها إلى شاشة تعمل باللمس. يعتمد فيفي فاي على انتقال شحنات جسم الإنسان عبر الأجسام حتى العازل منها. وعندما تصل الشحنات إلى اللاصق أسفل الجسم تستقبلها الدائرة الإلكترونية فتتحول المادة إلى شاشة تتحكم بعد ذلك بأي شيء نريد.
فيفيفاي شفاف لا يرى حتى لو وضع تحت زجاج. استخداماته لا نهائية، من ورقة قائمة الطعام إلى الكتب، مروراً بالمفتاح الكهربائي خلف الحائط إلى حنفية المياه. ويمكن استعماله في الإضاءة أو التكييف أو الهاتف أو الملابس للتحكم بما يحيط بنا. آمن لا يتأثر بالماء، صحي لا تتراكم عليه البكتيريا، سهل الاستعمال والتركيب، ويمكن تغيير شكله بما يتناسب مع ديكور المكان. فيفيفاي سيغير حياتك في لمسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أحب أحيي كل الحاضرين وأشكر مؤسسة قطر على دعمها الكبير للاختراعات والبحث العلمي في وطننا العربي. النهاردة أنا في قمة السعادة لأني بتخرج من مدرسة نجوم العلوم. المدرسة دي اتعلمت فيها السر والطريقة اللي بتتقدم بيها كل الأمم في العلوم والتكنولوجيا. الحمد لله قدرت أحول فيفيفاي من مجرد فكرة لمنتجات حقيقية، وأثبتت خلال المسابقة أنه ممكن يدخل في تطبيقات لا نهائية. وده لأن فيفيفاي مش مجرد منتج، دي تكنولوجيا جديدة، تكنولوجيا جديدة بتطلع من قلب العالم العربي إلى البشرية كلها. أحب أقول لكم أن دي آخر مرة هتشوفوا فيها فيفيفاي ستيكر، لأن إن شاء الله خلال سنة واحدة هيكون مختفي ورا كل حاجة حواليكم، ورا المكتب، تحت الأرض، جوه السرير، في العربيات، في السيارات. وأوعدكم أن ده مش هيكون آخر الطريق، ده أوله. إن شاء الله كل اللي أنا أنجزته وتعلمته هنا في قطر هعلمه للناس في مصر والوطن العربي، وهنبدع أكتر وهنشتغل بجهد مضاعف وهنثبت للعالم كله إن إحنا ممكن نكون في مقدمة الأمم في الإنتاج والبحث العلمي. شكرا لأصواتكم، شكرا لثقتكم، ومبروك علينا هذا الإنجاز الكبير.
المشاريع الأربعة مرت أمام لجنة التحكيم وأمامكم، كل قال كلمته والنتائج أصبحت قريبة وقريبة جدا. تصويتكم راح يحدد هوية الفائز في الموسم الثالث من نجوم العلوم. تصويت مستمر، وهذا الفاصل راح يكون فرصتكم الأخيرة لدعم مشروعكم المفضل. صوتوا وابقوا معنا. شارك في اختيار الفائز الأول في برنامج نجوم العلوم، وأرسل الرقم 1 مشروع كويلي لمحمد الرفاعي، الرقم 2 مشروع لايف سنس لزياد السنكري، الرقم 3 مشروع باور ويف لمحمد زياد الشعري، الرقم 4 مشروع بي فاي لهيثم تسوقي.
على فكرة الاستديو مولع. مشاهدينا في كل العالم العربي عبر شاشة MBC4، مبدع واحد بس سيحمل لقب الموسم الثالث من نجوم العلوم. لكن مثل ما قلنا في برنامج نجوم العلوم، كلمة الخسارة غير واردة أبدا. جوائز البرغة قيمتها 600,000 دولار أمريكي راح تتوزع على المشاريع الأربعة اللي وصلت إلى النهائي. أما المبدعين اللي صنعوا الموسم الثالث بكل لحظاته الحلوة والمرة وما قدروا يوصلون للنهائي، مشاركتهم في البرنامج بحد ذاته نجاح كبير. فوق هذا فإن شركات عالمية راح تمنحهم جوائز مميزة. المشاركة في برنامج نجوم العلوم نجاح بحد ذاته، حتى لو لم يتمكن المبدع من الفوز باللقب، وذلك بفضل الخبرة الكبيرة التي يكتسبها من الخبراء والأساتذة العالميون، إضافة إلى الفرص التي تسنح له. وخير مثال على ذلك مبادرة كل من واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر والمجموعة الأوروبية للفضاء والدفاع. واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، مهد وبيت نجوم العلوم، عقدت سلسلة من اللقاءات والمشاورات وأجرت الاتصالات واستمعت إلى جميع المبدعين في البرنامج. مرحبا حيدر. مرحبا داني. مخلال ممكن يكلم ماجد؟ وجاء قرارها ليحمل خبرا سارا، وهو تقديم منحة كاملة للمشاركة في برنامج ابتكارات التكنولوجيا والاستثمار، تشمل نفقات السفر والإقامة والدراسة. I'm pleased to announce that this year's winner for the TIEP scholarship is Ziad Sankari, a young brilliant Lebanese student who has developed a technology for early detection of cardiac symptoms. That's amazing. I was surprised. المجموعة الأوروبية للفضاء والدفاع المتواجدة في أهم الشركات العالمية مثل أستريوم وإيرباص، والتي توظف أكثر من 120 ألف شخص في أكثر من 170 موقعاً حول العالم، قررت هي أيضاً احتضان مجموعة من مواهب برنامجنا المتوهجة. At TIDS we are extremely interested with the Star of Science program. فبعد زيارة قام بها الرئيس التنفيذي لويس جالوا لمختبر نجوم العلوم واجتماعه مع المبدعين والاطلاع على مشاريعهم، We will support you and I shall say in a few minutes that we will offer internship to the four laureates in our company. اختارت EADS تقديم أربع فرص للتدرب في مختبراتها أينما كانت حول العالم، واحدة منها تدوم عاما كاملا، والفرص الثلاث المتبقية تدوم 3 أشهر. We will be extremely happy to have them inside our company for a certain period of time to make them progressing in the field of science and technology. لنرى سويا من سينطلق إلى فضاء أوروبا وربما أبعد. الفائزين الأربعة بجوائز المجموعة الأوروبية للفضاء والدفاع EADS، طبعاً هم جائزتين، الأولى هي منحة 3 أشهر في مختبرات EADS راحت لثلاث أشخاص، هم سعد القحطاني من قطر، الشخص الثاني سيرين شرايري من الأردن، الشخص الثالث نواف السعيد من البحرين. هذه كانت جائزة المنحة لثلاثة أشهر، أما في مشترك واحد حصل على منحة عام كامل لمختبرات EADS كانت من نصيب التونسي حمدي حشاد. ألف مبروك، ألف مبروك لكم جميعاً. المبدعين الأربعة قدموا مشاريع مختلفة تعكس شخصياتهم وثقافاتهم المتنوعة. تقرير يعرفنا إلى هالشخصيات ويعطيكم فرصة أيضاً إضافية للتصويت. بعد مراحل عدة من المد والجزر العلمي، 4 مشتركين فقط وصلوا للنهائيات.
زياد سنجري من لبنان، شخص اجتماعي بامتياز. يا سلام. جعل من أصدقائه حقل تجارب لبرهنة فعالية جهازه. زياد ليس دبلوماسيا فحسب، بل يجيد الكلام بلغات عدة. عندك أسامي فرنسية؟ لغدناتير. الكمبيوتر؟ أنت على ما يرام، عد إلى المنزل. كلمتي عربي فصحى يا زلمة. صومالية حبيبي. دلوقتي درس الخياطة، تعال. وهذا ما جعله يتسلل إلى قلوب الجميع. Give me high five. دون إذن. كروي. I love it. محمد زياد الشعري من تونس، مرح خفيف الظل لكن بشكل خارج عن المألوف. شعري عندما يصفق هكذا له معنى. نجحت اليوم، نجحت، نعم شعري نجح اليوم. لا يتقبل الخسارة، وهو غالبا ما يتحاور مع نفسه في حالات الفرح والحزن. لماذا ركتفاي في سيركوت لا تشتغل؟ هناك مشكل، ما هو؟ لا أدري يعني. وبالمختصر المفيد، محمد زياد إنسان فريد من نوعه. قرب بيتك يا شعر، اغمل أغراضك وروح إلى بلدك. محمد الرفاعي من الكويت، شخص طموح. أنا حاطني هدف انطلاقتي تكون من هالبرنامج هذا. هو الأصغر سناً بين المشتركين. في شغل بلاوي سوداء. لديه حشرية علمية بحتة، تواق للمعرفة والتعلم. أتحداك إن شاء الله. وبالرغم من أن منافسيه أكبر سناً، فروحه المرحة وألاعيبه المسلية ملأت فراغ المختبر وعوضت عن أعباء العمل. هيثم دسوقي من مصر، مصمم على الربح وبأي ثمن. أنا صحيح من أول يومين راح نام هنيك، بس ينوي يشتغل هيثم يشتغل. عنيد لا يتقبل النقاش، وطلباته لابد أن تكون أوامر. ما كانش دا ينفع يبقى أبيض كده. ولكن عندما يحصد ثمار تعبه يتحول إلى إنسان بسيط وعفوي. وفي كل الظروف يبقى هيثم شابا طموحا، تواقا إلى العلم والاستكشاف. رغم التحدي والمنافسة، ورغم طباعهم وشخصياتهم المختلفة، اجتمعوا تحت سقف واحد وفي جو واحد، سماته المحبة والنجاح والعلم. على فكرة، محمد الرفاعي أصغر واحد من الشباب البرنامج، جاءت الله سبحانه وتعالى رزقه بنت تقريبا قبل الأيام القليلة الماضية. نقول له مبروك. عموما التصويت انتهى، وجمهور رجوم العلوم صوتوا بكثافر المشاريع الأربعة. الآن حان دور أعضاء لجنة التحكيم اللي راح تعطي علامتها وتقديرها للمشاريع الأربعة. الكل متوتر، والدقائق المتبقية راح تحسم هوية حامل اللقب. كلنا بردانين، لكن قبل شيء أسأل الشباب، هل تحسون ببرد؟ قالوا لا، إحنا يعني بدنا نحس بحرارة المنافسة فعلياً. فعلاً الله يعينكم. الممتعون الأربعة اللي معاي اليوم على المسرح عملوا بجهد كبير، عاشوا لحظات عصيبة حساسة ومفصلية في حياتهم في برنامج نجوم العلوم. اليوم راح يجنون ثمار تعبهم وعملهم الشاق. الآن راح أطلب من أصغر المشاركين محمد الرفاعي من الكويت بالتقدم إلى منتصف الدائرة للحصول على درجته وتقييمه من أعضاء لجنة التحكيم. تفضلوا. مشروع كويلي لأصغر مشتركين برنامج نجوم العلوم، محمد الرفاعي من الكويت. التقييم اللي أعطاك إياه، أعطتك إياه لجنة التحكيم، هو 8.2. طبعا هذه 50 درجة توزع على الكل، يعني راحوا منهم 8.2 لك يا محمد الرفاعي. شكرا، تفضل لمكانك. اللبناني زياد سنكري، أرجو منك أنك تتقدم أيضا إلى منتصف الدائرة للحصول على درجتك وتقييمك من أعضاء لجنة التحكيم. أعضاء اللجنة تفضلوا.
زياد سنكري حصلت على 14.1. تفضل بالرجوع إلى مكانك لو سمحت زياد. محمد زياد الشعري من تونس، تفضل إلى منتصف الدائرة للحصول على درجتك وتقييمك أمام لجنة التحكيم. أعضاء اللجنة تفضلوا بالتصويت. باور ويف، باور ويف من تونس راح يحصل على 11.8. هيثم دسوقي من مصر تفضل. أعضاء اللجنة تفضلوا بالتصويت. فاي حصل على 15.9. تفضل بالرجوع إلى مكانك. راح أطلب من جميع المشتركين أنهم يقفون هنا بصف واحد جنبي. هيثم زياد، محمد زياد، محمد الرفاعي، انتبهوا يا مشاهدين لأن الآن هذه النتيجة كانت نصف النتيجة، أما تصويتكم أنتم ممكن يقلب النتيجة رأساً على عقب. الأعصاب مشدودة والقلوب تخفق. النتيجة النهائية بعد زيادة أصوات المشاهدين في كل العالم العربي على علامة لجنة التحكيم هي، استعدوا، النتيجة النهائية هي الفائز في الموسم الثالث من برنامج نجوم العلوم هو هيثم دسوقي من مصر. ألف ألف مبروك لهيثم دسوقي من مصر، لقب الموسم الثالث من برنامج نجوم العلوم وجائزة $300,000 أمريكي تقدمها مؤسسة قطر. أنت هيثم حامل لواء العلم في سماء العالم العربي. مبروك للمشتركين الثلاثة لجهودهم الجبارة. أكيد في المركز الثاني طبعا حصل على $150,000 امريكي، المركز الثالث $100,000 امريكي، المركز الرابع $50,000. راح تشوفون الاماكن هذه اكيد معروضه على الشاشه امامكم. مجددا مبروك لهيثم دسوقي من مصر وللعالم العربي بمبدعيه الجدد. نجوم العلوم مستمر والموسم الرابع على الابواب، تابعونا عبر موقع الكتروني starsofscience.com وعبر صفحتنا على موقع فيسبوك وصفحه تويتر ايضا. مشوار العلم لا ينتهي والبحث عن مبدعين الجدد يبدأ من الآن. أسرعوا في تقديم طلبات الاشتراك لأن الانطلاقة قريبة جدا. الوداع صعب لكن اللقاء قريب أكيد. مثل ما على الحب التقينا على الود دائما نلتقي. تصبحون على ألف خير.